معنا الآن من جدة عضوان الأحمري رئيس تحرير إنديبندنت العربية، ومعنا من بوسطن جون حجار المدير المشارك في منتدى التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، ومعنا من عمان عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام في العالم هذا المساء. سأبدأ معك عضوان الأحمري، يعني زيارة محورية، أريد أن أعرف انطباعك. وبايدن يزور الدولة المنبوذة كما قال أنه سيجعل السعودية دولة منبوذة قبل عامين، ها هو الآن يزورها، ما انطباعك؟ شكرا نوران، وتحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين أيضا. أنا أعتقد أنه يعني لا يمكن لبايدن ولا لأي رئيس أمريكا أن يجعل السعودية منبوذة أو أي دولة في العالم، يعني لا يمكن فكرة إلغاء أو نبذ الدول، هذه فكرة يعني عفى عليها الزمن، ولكن كان يريد إرضاء اليسار. ونحن نعرف طبعا أنها ليست المرة الأولى في تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية الذي يحدث هذا التذبذب بسبب الحملات الانتخابية. كان هناك شاهد قريب جدا وهو بيل كلينتون حينما جاء إلى البيت الأبيض، ويعني كان لديه بعض الحنق على دعم السعودية ل جورج بوش الأب والقوة العلاقة بين البلدين، ولكن أخذت الوقت تقريبا 6 أشهر إلى سنة حتى عادت العلاقات بين البلدين كما هي عليه. بايدن كان متطرفا في بدايته حينما قام بالحديث عن نبذ السعودية، ومن ثم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التقرير الذي قالت يعني ارتباط الحكومة السعودية بمقتل جمال خاشقجي، وتبين أنه نفس التقرير الذي أصدر في عهد دونالد ترامب، وكانت جميعها وسائل ضغط انتهت. حينما جاء مؤتمر المناخ إذا سمحت لي في اسكتلندا، أول ما بدأ بايدن بمهاجمة السعودية والصين وبعض الدول، وقال يجب عليهم يعني الالتزام بما يتعلق بالانبعاثات الكربونية وخفض إنتاج النفط. وحينما جاءت الأزمة في أوكرانيا يعني تخلى عن مبادئه وطالب بزيادة إنتاج النفط وهذا دليل على التقلب وعلى التناقضات التي تحدث. أنا بالنسبة لي أنا أعتقد أن ما حدث انتصار. طبعا استمعت إلى التقرير في بداية الحلقة، واستمعت إلى يعني بعض التعليقات على موضوع عدم المصافحة. هو في إسرائيل كذلك لم يصافح، يصافح فقط رئيس الدولة ويعني يقوم بعمل قبضة اليد. طب ولكن لم نفهمها، يعني كيف فهمتموها في السعودية؟ يعني إذا كان الأمر يتعلق بالوقاية من كوفيد، فلماذا رؤساء الدول فقط هو الذي يخشى يعني ينقل عدوى كوفيد؟ جميل، أنا سأقول لك هي ليست علاقة بكوفيد، وقد يريد تسجيل انتصار بسيط جدا، ولكن أنا أعتقد أن الانتصار الأكبر هو قدوم للسعودية، الانتصار للجانب السعودي طبعا. والانتصار الأكبر هو حينما دخلت صحفية أمريكية إلى الاجتماع المغلق وقالت بصوت عالي يعني فخامة الرئيس، هل ما تزال السعودية دولة منبوذة؟ وهو على الطاولة أمام ولي العهد السعودي الإمير محمد بن سلمان وفريق وزاري كبير جدا من الحكومة السعودية. وطبعا الجواب هو لا، لا يمكن أن تكون السعودية دولة منبوذة وأنت تجلس معهم على الطاولة. هي يعني سجلت هذه النقطة بسؤالها حتى لو لم تتلقى إجابة. أريد أن أتحول إلى جون حجار بنفس هذه النقطة، هل يعني هو انتصار سعودي وهزيمة للدبلوماسية أو للسياسة الخارجية الأمريكية التي اتخذت موقفا عاليا على الشجرة ثم لم تستطع أن تلتزم به، ويعني في فترة وجيزة استدارت بهذه الانعطاف الحادة وذهب جو بايدن إلى السعودية؟ نعم، أعتقد أنها انتصار للمملكة العربية السعودية، ولكن في الوقت نفسه أعتبر أن الرئيس بايدن يحظى الآن بشعبية متدنية للغاية في الغرب وفي الولايات المتحدة، لا يحظى بشعبية داخلية كبيرة، يحاول أن يبذل ما استطاع من جهود في محاولة لإنقاذ ولايته الرئاسية في الولايات المتحدة، تسبب في بمفرده في دفع أو في رفع أسعار النفط أو الوقود، وبالتالي من مصلحته الحيوية أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية ويشرعن العلاقة مع MBS مع محمد بن سلمان، ولئن لم تكن هذه العلاقة بحاجة إلى شرعنة، ولكن اضطر إلى الخروج من العاصمة واشنطن وأن يتخذ إجراءات في محاولة لتحسين الأرقام في
استطلاعات الرأي وفي مواجهة لارتفاع أسعار النفط. هذه هي الأهداف التي وضعها نصب عينيه. ومن ناحية لا أعتبرها انهزام للسياسة الخارجية الأمريكية، بل بالأكثر انتصار أو انهزام للرئيس بايدن تحديدا. تم تحقيق الكثير من الإنجازات تحت أمرة الرئيس ترامب، ولو كان لا يزال في منصبه لربما الاتفاقات الإبراهيمية حققت إنجازات أو تقدما أكبر. إذن من مصلحة الولايات المتحدة الآن أن يبقوا على السعودية حليفا لهم فيما تستمر السعودية في لبرلة اقتصادها ومجتمعها. عريب رنتاوي، أتحول إليك، وكنت يعني أنوي أن أسألك ما الذي أزال التوتر بحيث تتم هذه الزيارة وتبصر النور، ولكن أريد الآن أن أسأل هل زال التوتر أصلا من متابعتك لكيفية استقبال جو بايدن ولطريقة المصافحة هذه ولضيق الوقت الذي سيمضيه في السعودية؟ هل زال التوتر بالفعل؟ أعتقد أنه تم احتواء التوتر، ولكن لا أظن أن التوتر قد زال بهذا المعنى. أعتقد أن بايدن تلقى صفعة، دعينا نعترف بذلك، يعني واضطر كما قلت قبل قليل نوران، اضطر للهبوط عن قمة الشجرة التي صعد إليها. هو قال أن السعودية دولة منبوذة وبلا قيم اجتماعية، والآن يأتي يعني إلى جدة، وهذا أعتقد أنه يعني هبوط عن سلالم مرتفعة في هذا المجال. طبعا انتصرت المصالح على المبادئ في هذه الزيارة، سواء في فلسطين وإسرائيل أو في السعودية في هذا المجال. كل هذا الضجيج حول حقوق الإنسان وغير ذلك يتبخر يعني عندما تحين لحظة الحق والحقيقة والاستحقاق فيما يخص المصالح العليا لهذه الدول. هو بحاجة للنفط السعودي، هو بحاجة للطاقة من الدول الخليج في ضوء الأزمة الأوكرانية. الأزمة الأوكرانية أقنعت الولايات المتحدة بضرورة العودة بطريقة أو أخرى إلى هذه المنطقة الحيوية لمواجهة الصين وروسيا، وليس فقط إيران وحدها في هذا المجال. لا نعرف إن كانت هذه العودة استراتيجية أم أنها من مندرجات الأزمة الأوكرانية في هذا المجال، لكن في الحقيقة من انتصر في هذا المجال هو منظومة المصالح والحسابات البراغماتية والانتهازية، يعني عند الساسة حتى في الدول الكبرى كالولايات المتحدة، ومن سحق في الحقيقة تحت الأقدام كما حصل في مرات عديدة سابقة هي منظومة حقوق الإنسان. هناك شبحان يعني رافقا زيارة بايدن أو جولة بايدن في المنطقة لصحفيين كبيرين، يعني جمال خاشقجي من جهة وشيرين أبو عاقلي من جهة ثانية، أخفق في معالجة الأمرين معا، وهو الآن يعني يرضخ لاعتبارات المصالح في هذا المجال، وهما اثنتان: النفط الخليجي وإدماج إسرائيل في المنظومة الإقليمية العربية في مواجهة إيران من جهة، وفي مواجهة المد الروسي والصيني من جهة ثانية. طيب، إذا كنا نتحدث عن المصالح والمبادئ، فنفس الكلام يمكن أن ينطبق على السعودية هنا أضوان الأحمري. السعودية أيضا تخلت عن مبدأ كبير وقدمت هدية لبايدن قبل قدومه عندما فتحت المجال الجوي لأول مرة أمام طائرات إسرائيلية، كان هذا خط أحمر سعودي. يعني ماذا ننتظر الآن؟ هل يعقب هذا تطبيع أو درجة ما من درجات التطبيع مع إسرائيل؟ أولا أنا لا أعتقد أن بهذه الدقة، يعني حتى في المقدمة قلتم أن هناك لأول مرة يعتبر كأنه تطبيع مباشر، لا يوجد تطبيع مباشر، لا يوجد لقاء بين السعودية وإسرائيل مباشر، لا يوجد أي توقيع لأي وثائق مباشر بين البلدين. ما حدث هو فتح الأجواء الجوية السعودية لجميع الناقلات، والمستثنى كان إسرائيل وأي طائرة من وإلى إسرائيل، حتى الطائرات الرئاسية الأمريكية. في عام 2018 نوران كان هناك عبور لأول طائرة هندية عبر الأجواء السعودية، فهل كان ذلك يعتبر أول تطبيع؟ بلا شك لا. في عام 2020 كذلك طلبت الإمارات العربية المتحدة من السعودية مرور الطائرات من وإلى الإمارات وإسرائيل مباشرة، وافقت السعودية. هل كان تطبيعا؟ بلا شك لا، ولكن هو التزام بالاتفاقية الدولية. كيف وقد هو بلا شك لا؟ يعني لما هل هي استثناءات يعني أم ماذا تقصد؟ أنا لم أكمل.
وقد يقول البعض لماذا الآن تم الالتزام باتفاقيات كاتفاقية شيكاغو 1944؟ من حق أي دولة تفعيل الاتفاقيات واستخدامها، وهناك أيضا من ربط هذا الموضوع بموضوع تيران والصنافير وإلى آخره، وأنا لا أعتقد أن هذا منطقي لسبب معين. من حق أي دولة في أي لحظة إغلاق أجوائها وفتح أجوائها أمام أي طيران تريده، وكما قلت ليس أمام الطيران الإسرائيلي تحديدا، وإنما حتى كانت السعودية تمنع لم يناقش أحد عضوان الأحمر إن كان من حق السعودية أم ليس من حقها. أنا أسأل لماذا؟ لماذا قبل أن يأتي بايدن يسمح بهذا؟ كما قال ضيفك أنا أعتقد أن جزء من البراغماتية ولكن ليست الانتهازية، هي انتهاز الفرص المناسبة. السعودية لن تتنازل على موضوع النفط مثلا، كان هناك ضغوطات منذ فبراير الماضي على يعني زيادة الانتاج حتى تنخفض الأسعار، رفضت السعودية في زيارة بايدن هذه. ولكن أوبك بلس زادت الأسعار ولو أنها كانت زيادة خجولة، كانت هذه هدية أخرى حتى قبل فتح المجال الجوي. إذا سمحت لي، أولا الأسعار اليوم زادت قبل بداية هذا البرنامج بثلاث ساعات بمقدار $3 تقريبا وتجاوزت $100 مجددا، فكيف تكون هدية يا نوران؟ الأمر الآخر زادت الإنتاج، ألم تزد أوبك بلس الإنتاج؟ أوبك بلس تناقش، وكان هناك طلبات من مستشار الأمن القومي الأمريكي بإعادة النظر في هذا الموضوع. أوبك بلس لم تزد الإنتاج، ما حدث هو زيادة الأسعار $3 قبل بداية الحلقة بأربع ساعات، فكيف تكون هدية؟ الأمر الآخر، لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف ضرب النفط مقابل الأمن. هذا المثال كان قديما وانتهى. الولايات المتحدة الأمريكية سحبت باتريوت عام 2018 وأرسلتها إلى بحر الصين الجنوبي. عام 2020 قامت بسحب الطاريات باتريوت كذلك. كان هناك ضغوطات مستمرة على موضوع النفط وأوبك بلس لفك هذا التحالف. طيب. ورفضت السعودية، وكان هناك تواصل بين السعودية وروسيا منذ اليوم الأول للأزمة الأوكرانية بأن هناك تعهد أخلاقي والتزام بموضوع أوبك بلس. أين هو الضغط الأمريكي؟ قد نسمع يعني أخبارا مختلفة في أغسطس أو سبتمبر، ولكن الوقت سيبرهن على ذلك. وقد نسمع أخبار مختلفة الأسبوع القادم أو غدا أو بعد غدا. صحيح. طيب اسمح لي سأتحول إلى بوسطن من جديد هنا. سيد جون حجار، يعني المنظمات الحقوقية التي أثارت مسألة خاشقجي وأيضا يعني أصوات في الحزب الديمقراطي نفسه لديها مشكلة كبيرة جدا فيما حدث مع جمال خاشقجي، هؤلاء يعتبرون أن السبيل الوحيد لبايدن لكي يخرج بمظهر مشرف يعني من هذه الزيارة هو أن يثير وبقوة مسألة الأداء السعودي في ملف حقوق الإنسان. هل سيفعل ذلك في رأيك؟ كلا، لا أعتقد أنه سوف يثير هذه المسألة. لديه تاريخ حافل بمناقضة نفسه، يعرب عن مخاوفه بشأن حقوق الإنسان، يواجه ولكن يتعاطف مع الجمهورية الإسلامية في إيران، أو يختار الانسحاب من أفغانستان وأن يترك حلفائنا خلفهم منفردين أو بمفردهم. فيما يخص إيران مثلا، هناك الآلاف من المحتجزين من دون أي محاكمة، من دون توجيه أي تهم إليهم. لا أرى أن هذه المنظمات الحقوقية تتناول هذه المسائل أو تخبر الرئيس بايدن بضرورة الانسحاب من الاتفاق النووي بسبب هذه الممارسات الحقوقية من جانب إيران. هي تحاول أن تلزم أو تخضع بايدن فقط في علاقته مع السعودية، ولكن مع حلفائك عليك أن تعمل بطريقة تعاونية. هذه الأمور لن تحصل في المستقبل. أعتقد أن السعوديين والحكومة السعودية تحت أمرة محمد بن سلمان هي في طور الليبرالة، تتخذ طابعا ليبراليا أكثر وأكثر. لم نعد في مرحلة 11 من أيلول، وينبغي أن نشجع على ذلك. الرئيس الأمريكي ينبغي أن يشجع على هذا التحول، لا أن يبحث في أي حجة لمفاقمة الوضع سوءا في علاقاتنا مع السعودية، فهذا الأمر سوف يضر بنا كثيرا. Other organizations, terrorist organizations.
عوض ذلك الرئيس يسعى إلى العودة إلى الاتفاق النووي بما يدعم المنظمات الإرهابية في المنطقة. طب هو قال في مقالة واشنطن بوست التي بدا وكأنه يبرر فيها زيارته للسعودية، وهذا ليس بالحدث المألوف يعني أن يضطر رئيس أمريكي إلى ذلك، قال ورثنا سياسة الشيك على بياض للسعودية ونجحنا في تغييرها. هل هذه المقولة صائبة؟ هل نجح في تغيير أي شيء؟ You have to clarify on the, that policy. I don't know what you're referring to. You said blank check. يعني هو يقول أن إدارة ترامب كانت تنتهج سياسة الشيك على بياض للسعوديين ولغيرهم، يعني مباح كل شيء يقصد، ولكن هو يقول نحن نجحنا في تغييرها. We reversed. قال هذه السياسة. هل بالفعل غيرها؟ No, I mean it's just another preposterous claim from President. كلا، لا أعتقد أنه عكس هذه السياسة. هذه أيضا هذا أيضا كلام غير مقبول من جانب الرئيس في بداية ولايته الرئاسية. وفي عام 2017 وضع الرئيس ترامب الاتفاقات الإبراهيمية، كانت لديه علاقة جيدة للغاية مع العرب ومع إسرائيل، وكانت الأمور سائرة باتجاه ممتاز. وعندما انتهت ولاية الرئيس ترامب وصل الرئيس بايدن وحاول أن يخرب كامل إنجازات الرئيس ترامب التي حققها في خلال السنوات الأربع الماضية، وكانت لها توابع أو كان لذلك توابع مدمرة للغاية. الآن يتراجع عن سياسته لأن شعبيته متدنية للغاية، يخسر التأييد داخل حزبه، ويحاول أن يبذل ما استطاع ليحاول أن ينقذ العلاقة مع السعودية ويظهر كما لو أن سمعة الولايات المتحدة لا تزال بخير في دفاعه عن السياسة الخارجية. طيب عريب الرنتاوي، غدا القمة الخليجية، من الموضوعات التي سمعنا عنها طويلا في الأشهر الماضية في الواقع مسألة هذا التحالف الشرق أوسطي في مواجهة إيران ويطلق عليه نيتو الشرق الأوسط. الآن يبدو أن مصر على عهدة مسؤولين إيرانيين غير متحمسة للموضوع، يبدو أن الإمارات من تصريحات أنور قرقاش غير متحمسة كذلك. كيف ترى هذه الفكرة؟ يعني هل ستعلن في هذه القمة أم أنه يعني يطويها النسيان؟ نوران، إذا لاحظت في إسرائيل يعني جرى الحديث بصيغة مخففة عن الناتو الشرق أوسطي، بدأ الحديث عن هيكل أمني إقليمي أو شيء من هذا القبيل، يعني بدأ هناك تخفيض لسقف التوقعات. الأطراف التي ستجتمع مع بايدن في جدة لا تقرأ من الكتاب ذاته، يعني مصر لديها مشاكل فيها بالقبول بهذا الحلف، أربع دول خليجية تقيم علاقة طيبة مع إيران وإن بتفاوت، قطر، عمان، الكويت، الإمارات، وتبادل تجاري هائل. السعودية أنجزت جولة حوار خامسة مثمرة مع طهران ونحن على أبواب جلسة سادسة في هذا المجال. العراق خارج هذه الترتيبات ولا يستطيع الكاظمي أن يذهب بعيدا في هذا الموضوع ولا قريبا بسبب الوضع الداخلي العراقي على وجه التحديد. لذلك أعتقد أن جزءا كبيرا مما سيتم إنجازه سيبقى تحت الطاولة في هذا المجال، وأعتقد أنه سيتركز حول ربط الدفاعات الجوية وشبكات الرادار ربما. أما حلف ببنية عسكرية ببنية مؤسسية ناتو شرق أوسطي كما كان يتردد، لا أعتقد أن المنطقة جاهزة حتى الآن لمثل هذا الأمر. ثم أن القادة الذين سيلتقون ببايدن لا يعرفون ما الذي سيفعل صبيحة اليوم التالي مع إيران. هل سيذهب إلى توقيع الاتفاق؟ إن كان الأمر كذلك فما حاجة المنطقة إلى حلف جديد؟ أما أنه ذاهب إلى معالجة الملف بطرق أخرى؟ ليس هناك وضوح في الموقف الأمريكي وليس هناك ثقة بالموقف الأمريكي بشكل أو بآخر في هذا المجال. لذلك كان لافتا أن الإمارات تقرر اليوم وقبل 24 ساعة من القمة إعادة سفيرها يعني إلى طهران في هذا المجال، وكان لافتا قبل أيام
حديث رئيس الوزراء الأردني بلغة ناعمة يعني ربما غير مسبوقة منذ سنوات عن إيران باعتبارها ليست عدوا وباعتبار أنها لا تهدد الأمن الوطني الأردني. لدينا خلافات مع إيران ولكنها لا ترقى إلى مستوى العداوة أو التهديد بهذا المعنى. إذن أعتقد أن الأمور يعني أقل من التوقعات، وفي ظني أن بايدن يعني سيحقق بعضا مما جاء من أجله يعني في مجال الطاقة أو الترتيبات الإقليمية وإدماج إسرائيل، ولكنه لن يصل إلى مستوى الطموح أو الرغبة الأمريكية أو الإسرائيلية في هذا المجال. طيب. الزمن الذي كانت فيه الدول العربية الحليفة لواشنطن تصطف خلفها ضد أي أهداف ضد أي أعداء في أي مواجهات، أعتقد أنه زمن ولى بهذا ولا المعنى. هذا الزمن. الآن هذه الدول أيضا لديها مصالح وتبحث عن هذه المصالح بشكل أو بآخر. دعيني بس أعلق بنص جملة، يعني في الحقيقة بايدن لن يثير قضايا حقوق الإنسان في السعودية، فهو أخفق في إثارتها في إسرائيل. خرجت بيت سيلم المنظمة الحقوقية الإسرائيلية تقول لبايدن This is apartheid Mr. President. ومع نعم. ذلك هذا في الموضوع الفلسطيني، وطبعا هو مهم وسنناقشه بعد قليل. أستاذ عريب اسمح لي سأتحول إلى عضوان الأحمري من جديد، يعني فقط في إيجاز عضوان، المقارنة بين ترامب وزيارة ترامب إلى السعودية قبل سنوات وهذه الزيارة من حيث درجة الحرارة والحثاء، وطبعا لا زال أمامنا يوم آخر غدا، هل ستتغير الصورة؟ يعني ما توقعاتك في المقارنة بين الزيارتين عندما شهدنا ترامب يرقص رقصة العارضة مع الملك السعودي؟ أولا نعتقد المقارنة غير عادلة وفي زمنين مختلفين تماما. في تلك الفترة كان هناك يعني قمة سعودية أمريكية بالأساس، وكانت العلاقات جيدة وليست بحاجة إلى الإصلاح، ولهذا كان يعني مستوى الاستقبال عال جدا. اليوم كان هناك احتفاء كبير جدا واستقبال، ولكنه يعني دعنا نقول استقبال لإصلاح العلاقة ويعني محاولة إعادة العلاقة إلى ما كانت عليه، ومن ثم هناك قمة عربية خليجية غدا، وهذا دليل على الأهمية السعودية التي لم يزلها لا ترامب ولا بايدن في هذا الاستقبال. الحرارة في اللقاء موجودة، الحرارة في السلام دعينا نقول موجودة، مستوى أهمية اللقاء موجود، حتى التصريح الذي يعني تحدث عنه الأمريكان أن بايدن سيجتمع بولي العهد السعودي وبالفريق الحكومي السعودي اجتماع مطول هذا المساء، أيضا كان أطول من الاجتماعات التي عقدها دونالد ترامب مع الفريق السعودي وحتى مع الجانب السعودي، ولهذا أنا أعتقد أن الأهمية موجودة لدى الطرفين، والاستقبال السعودي بكرمه لهذا وذاك سواء كان عربيا أو أمريكيا أو أي جنسية أخرى، والمهم هو أن المصالح أهم من أي شيء، وأنا سعيد جدا صراحة دعيني أعبر عن هذه السعادة بانتصار المصالح السعودية والصمود السعودي في وجه زعزعة أحزاب اليسار لسنوات طويلة. أشكرك من جد عضوان الأحمري رئيس تحرير إنديبندنت العربية، وأشكر من بوسطن جون حجار المدير المشارك في منتدى التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، كما أشكر من عمان عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية.